يعطيكم العافية في برنامج ريست. اليوم راح نتكلم عن الأنظمة والأجهزة اللي ممكن تتطور وتشتغل معاك خلال فترة رحلتك الرياضية. مثل ما قلنا احنا بداية حلقاتنا وكل فكرتنا من برنامج ريست ان نوصل فكرة اليوم الرياضة ما هي عادة بس ان انا اضعف او اني امتن او ان يكون بس شكلي متناسق وجسمي حلو. في أشياء وايد أكبر، في أشياء وايد أعمق، في وايد أشياء أهم من هذه الأشياء. فإحنا قلنا نشتغل من الداخل للخارج علشان إنه إذا الداخل كان صح الخارج 100% راح يصير معاك صح. في أول جهاز مهم إنه يتطور أثناء الرياضة ومهم تشتغل عليه الجهاز العصبي. في شيء اسمه حس عضلي عصبي. مثل شنو؟ مثلا أنا الحين أقول حق أحد، أوكي، أبيك الطق بوكس بعدين كوع بعدين كيك، أوكي، في أوامر قاعدتي من المخ حق سيستم جسمي هنا بوكس كوع شوت. أول ما أقول لك شيء راح تلاقي أول اثنين يسويهم صح، ثالث الرابع بس يضيع فيهم أو بداية يضيع شنو؟ أيريل ورا، أيريل قدام، شلون أوجه جسمي، شلون أطق هني، شلون أستوعب هناك بعدين أردها. هذه كلها شو أعصاب في جسمك وحس عضلي عصبي يعطيك أوامر. يلا إيدك الثانية ريولك. فلما إني نلاقي أحد مدودة إيش معناته؟ إن الأوامر عنده قاعد تكون بطيئة. ليش مهم هذا السيستم وايد إني أشغله وفعله؟ ما يبس يفيدني حق الحياة، قصدي حق التمارين، يفيدني بحياتي. لأن مثلاً هذا أي شيء يصير في حياتك مثلاً أنت محتاج رياكشن سريع عليه. وشلون يصير رياكشن سريع عليه؟ لما يكون عندك أعصاب قوية ورسائل قوية بجهازك العصبي تي حق المنطقة اللي أنت محتاج إنك تشغلها. فمثلاً هو موضوع نفس الريموت. إحنا نعطيك ريموت تلفزيون وأقول لك شغل التلفزيون قبل خنوات. بعض المرات تلاقي الريموت هذا مهنك تعبان ما قاعد يغير شو اسمه المحطات بسرعة. فشو تسوي علشان يصير ريموت زين معاك؟ راح تغير بطارية الريموت هذا. فسيستمك العصبي كذي لما تمرنه والحلو فيه انه ممكن خلال فترة قصيرة حيل يمكن خلال نفس اليوم هذا السيستم يتطور بسرعة. تقدر مثلا توقف بالانس اوكي على ريل واحدة، ممكن تاخذ اوامر سريعة بنفس الوقت. لما انا احب تمرين اخليه تمرين مركب، مثلا اقول حق الشخص سكوات تصعد بعدين لانجز سكوات لانجز. هذه التمارين مركبة هي قاعد تفيد السيستم العصبي. مثل ما تكلمنا في حلقات طافت ان جسمك كثر ما ربطته مع بعض كثر ما كان كفاءته اعلى اذا ركبت حركات يعني مركبة اكثر. فهني السيستم العصبي بسرعة راح يفهمني سكوات لانجز سكوات لانجز. اوكي، السيستم الثاني اللي اشتغل عليه السيستم العضلي. السيستم العضلي الحلو فيه انه يتطور ويبين تطوره خلال اشهر او خلال يعني اقل من سنه راح تلاقي العضلات شكلها اختلف، الشكل جسمك تغير، العضله كبرت، العضله صغرت. فهذا السيستم وهو الجهاز العضلي حلو فيه انه بسرعه تشوف التطور ماله. مهم اهتم فيه ليش السيستم العضلي؟ لو نلاحظ الحين احنا مثلا الرجال الكبار او الحريم الكبار، حتى مو شرط وايد كبار، في تلاقي بعد ناس يعني اصغر من سن الشيخوخه او سن الكبار، يحوش هالضعف في عضلات ريولها. اول شيء دائما تلاقي يقعد على الارض تقول له قوم ما يقدر يقوم، تقول له مثلا اصعد الدرج هذا كامل. عادة هالمشاكل وين تبين؟ ما تبين عندنا في الديرة، تبين بالسفر. خلي أحد يسافر برا راح تلاقي ثلاث أرباع يومه مو قادر يمارسه بحركة طبيعية. ليش؟ العضلات مع العمر قاعد تفقد قوتها. أوكي، اليوم إحنا عايشين أنت شباب قوي فقاعد تمارس حياتك صح، تقول ماني محتاج أقوي عضلاتي، بس راح يجيلك عمر راح تحتاج إن هذه العضلات تشتغل عندك صح علشان ما تصلي بكرسي، علشان ما تحتاج أحد يشيلك ويقعدك ويقومك، راح تكون تعتمد على نفسك فيه. لما تكبر تيتا بتقوي عضلاتك ممكن ما راح تلحق على الشيء هذا بعمر 60 و70 تقول انا يلا الحين بسوي تمرين رياضه او تمرين يقوي السيستم العضلي. هو فقد قوته وخلص خلال فتره اللي فاتت.
فأنت لما تحافظ عليه في فترة شبابك راح يشتغل معاك صح فترة العمر الكبيرة وفترة الشيخوخة. السيستم الثالث اللي هو وايد مهم إنزين، واللي عادة هذا ما يقوى بالنادي بس يقوى بأماكن ثانية، وغالبا التطور اللي فيه ما أشوفه خلال سنة أو سنتين، لا، رحلة طويلة من حياتك الرياضية علشان هذا السيستم يصير قوي، اللي هو كونكتيف تيشو ترينينج. هذا الكونكتيف تيشو ترينينج فيه عظام، فيه دم، فيه جلد، فيه ألياف، فيه فاشية. الفاشية هي اللي الغلاف اللي يحيط حوالين عضلاتك، في أربطة، في مفاصل. هذا السيستم ما يقوى جسمك إلا بعد رحلة طويلة رياضية، وإذا صار عندك قوي فتأكد أنت تعتبر من أقوى الرياضيين راح يصيرون، لأن شنو؟ هو اللي حافظ على سيستمك. يعني مثلا الحين خلينا نشوف عداء رياضي لما يركض، أوكي، هو سنين قاعد يركض، مو اليوم بس بلش يركض، أوكي، مهما ركض نادر نتحوشه إصابة بالكاحل عنده. تي ليش؟ لأن هذا السيستم الكونكتيف تيشو قوي لدرجة أن كل أليافه اللي شايل المفصل مفاصله مو معتمدة على قوة العضلة، اللي أنا قوي عضلات بطاتي عشان أركض، لا، هو معتمد على عظام، على أربطة، على ألياف، ماسكة كل عظامه قاعدة تعطيه الباور والقوة إنه يدوس وما يتأذى. نفس مثال المزارع اللي قلناه قبل كم حلقة، المزارع على فترة سنين هو يشتغل مزارع، شغل سيستمه كامل يمين يسار، قوته خذاها من النص علشان صار عنده. تلاقي أغلب المهنيين هم عندهم كونكتيف تيشو ترينينج قوي جدا، أكثر من الرياضي اللي يعتمد على لعبة الحديد فقط في النادي. فالحين عرفنا الأنظمة الثلاثة اللي أنت محتاج إنك تقويها حق حياتك، ما راح نقول بس حق رياضتك، لا، لأن هي راح تفيدك بيومك وكل مكان. من أهم مناطق في جسمك عادة تستخدمها يوم، يعني خلال يومك يمكن يحوشك ألم فيها، أسفل الظهر، لأن مو شرط تكون رياضي ولا مو رياضي، حياتك اليومية تشيل وتحط والأمور هذه، فيحوشك ألم أسفل ظهرك. بعطيكم تمارين تسوونها في البيت، حتى إذا أنت ما كنت إنسان رياضي تروح تتمرن في النادي، قاعد تمارس يومك، تبي يكون ظهرك شوية قوي، تبتعد عن الآلام هذه. أول تمرين أبيك تسويه، هذا التمرين ما راح يقوي بس كثر ما راح يعطيك مدى حركي أكثر. ترفع ركبك فوق، تفتح ريولك، تنزل مرة ثانية تحت، أوكي؟ راح تعيد هذا التمرين مدة 40 ثانية، ريولك 90-90، فاتحها لفوق، بعدين تروح تفتحها سايد، ما راح تفتحها وايد وتنزل، لأن بسبة أن هالمنطقة هذه شوية متيبس عندي، فأنا لازم شوي أفتش الحوض، عشان إذا فتشت الحوض راح يخف الألم أسفل ظهري. فترد مرة ثانية أسفل الظهر، يعني تصلهني كثر ما تقدر 90، تفتح 90 كثر ما تقدر وتنزل، بعدين تروح مثلا يسار، بس راح تشتغل على ريل 90 فوق كثر ما تقدر وتنزل. راح تحس بألم هني لأن ريلك مو متعودة إنها المنطقة هذه مثلا ضامة إنها تفتش المدى هذا. التمرين الثاني، إذا عندك سيور في البيت، يعني عادة سهل إنك تدبر السيور، راح تحط السيور كرابي ببعض، أوكي، تضغط عليهم كثر ما تقدر، أبيك تصغر السير علشان يصير في مقاومة أكثر، أوكي، خليها كذي، راح تنزل لهني مثل ديد ليفت وتصعد، أوكي، بعدين تنزل، إذا حسيت إن ما في مقاومة وايد هم تروح تصغر زيادة السير، أوكي، تخلي أصغر، بعدين راح تصعد، تنزل مثل ديد ليفت، تبني ركبك شوية، ظهرك سيدة، أوكي، إيدك تحت، هم تصعد، تنزل، هذا راح يقوي ظهرك وراح يخفف آلام أسفل الظهر اللي تحوشك ممكن من قاعدة الدوام، من شيء شمته تحت وأداك وايد. النوع الثاني من السيور هم إنه سهل تحصله،
تحطه كامل على الأرض. اوكي توسع ريولك كثر ما تقدر. اوكي تمسك من تحت كامل هم تصعد وتنزل عشان تضمن انه ما يفلت. تقدر تحط ريولك داخل. اوكي بعدين تفتح ريولك كثر ما تقدر تصعد وتنزل. اوكي تشيل فاتح حسومه ريولك اكثر مستوى الحوض مفتوحه ظهرك سيده وانت نازل اهم شيء. تصعد تنزل هذا التمرين عادي سواء كنت رياضي ولا مو رياضي تقدر تسويه في البيت اي مكان علشان تقوي اسفل الظهر. فعاده اسفل الظهر هو من اكثر المناطق مثل ما قلت لكم اللي يعني خلال يومك يحوشك فيها شد من شيء شلته شيء حطيته. العضلات هذه بسرعه تضعف اذا انت ما كنت تمارسها بشكل يعني مثلا مرنها بشكل صح او انك قاعد تشيل اشياء وتحطها بشكل غلط. قاعد تعتمد بالشيل والحط على ظهرك ما قاعد تعتمد على ريولك فيه وقاعد يتقوس ظهرك بسبب القعده والسياره والامور هذه. دير بالك على اهم منطقه بجسمك وهي اكبر منطقه فاهتم فيها عدل ويعطيكم العافيه.